الرب الخالق فهمت اين معنى كنفوت شويه تعالوا انت نبرفز منخش عندي ضيق عندي ضيق نفسي هنا راهو انا عندي وليد مراهق في الدنيا تعرف انا وين نسكن نسكن قابلني الواد الواد مقابلني كيموت لي ولدي في الواد شي يصير هنا انا ولت مطبعه بالمفتاح نسكر راني لبس عليا راني بشهيدي ترى شنو نحكي هكا من العصب منخش راهو تعبت عملنا حتى حكاية الديار من 2012 معي طلعت لاسمي نستنى وقتاش تطلع الديار مشيت فرحانة نلقى اسمي ما فماش العطار كي نوصل عنده 5000 يدق عليا الباب معناه تيقر ولا ما تيقرش انا مش عبد هنا راني عبد وعندي صغار راه مش قطاطس هنا ملوحين راه انا كي نمشي نحرق روحي ونعم ما نعملش نخذ بربي انا وما نخليش ولادي انا جبتهم ولادي هذوك متابع عليهم مش نلوحهم هنا مخلوقه راني ما حس بيا حد ما سمعني حد احنا نحكيو مدام اليوم على الزيادات في اسعار المواد الاستهلاكيه كيما السكر ولا حليب فما زياده ب 100 ملي نفخموا شويه احنا نفخموا شويه ويحبوا هما كي يزيدوا هكا يحبوا يقتلونا صايي نفخموا معناه اللي عنده صغير يحب الحليب والسكر والعيشه اللي يزيدوها الحليب العيشه بالحليب معناه يقوم الصغير صبيح باش يفطر ولا فطور معناه السكر باش يحطوا في القهوه باش يحطوا في الجاتو باش يحطوا في اي حاجه السكر في التي في اي حاجه يا اخي هو كتزيد المعيشه شنو شنو هو خنقونا صايي معناه ما عادش عايشين في البلاد احنا ما عادش عايشين في البلاد راه فهمت كيفاش هما عايشين لاباس عليهم بفلوسهم لاباس عليهم نزلت ما نوصلش تهز 10000 ما تجيب شيء راهو 10000 يا مدام راه 10000 ما تجيب شيء معناها بنتي تحب الصغار راهم يعني ما مش بالغلاس صغار حب ماما انا نحب ناخذ يا غرطه ماما نحب ناخذ نبق حليب ماما نحب ندير شنو ماما جا منين نجيب لهم انا نمشي نساسي انا مش نجيب لهم تي انا اللي انا فما مني في اعظم مني معناها فهمت نجيب نمشي نجيب لك حليب لولادي نقول لك انا نعطيه لولي هو خير معناها كانت ال 5000 تقضي اللحم والدجاج والدنيا وتعرف ايه تعرف زرد دجاج قد هكا ب 4000 فرنك 5000 تعرف زرد دجاج معناها جماعه الدارات يحبوا يقعدوا وشهريه تمشي اي وقهاوي والزويلي والزويوله اللي يخدموا ب 10000 في النهار 10000 ما توصل شيء الزويوله يخدموا في 10000 يلزمهم وجماعه الدارات يحبوا يرتاحوا ويحبوا سبعة الكفر فيه وشاريتهم تمشي شوفينا من كل بلاصة فهمت ولا خلي خويا الناس تخدم الزويرة يعلم بيهم كان ربك سبحانه ريت الخضرة البصل البصل المنتل نحطوه في الطنجرة المنتل البصل بدينار الربطة والزويرة نجي لا بيت تمشي تسرق تمشي تنهم بعد تقول لك كيفاش شنو يحبوا سبعة كفر فيه جمات لي دارات تجيهم شهرية هما يضربوا في النوم يشربوا شكون بيه هنا على عائلة يخفي 10000 هاوك مساكن قاعدين عليه خلى عباد تخدم خلى عباد تخدم خلي وين 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 المعاق وين المعاق وين حقه المعاق وين حقه بالله وين حقه هذه ورقة عطينها له نمشي بها هاو اللي عطوني بيريتا والإعانات قول لك ايش الولاية شد الصف الإعانة باش تاخذ على يعبوها لك مقرونة كسكسية باش تروح بها تنعاونوا فيها في الدار احنا مقرونة كسكسي معناه فهمت كيفاش على الأقل 10 خلى عباد تخدم سامحني سامحني ما نجموش نعملوا كونفينمون اون اوت فوا اسمعني عم نول يعمل لي رئيس وزراء يحط رجل على رجل ويقول باش نعاونوا العائلات ب 200 دينار في رمضان والعيد ما في بلاش هو ال 200 دينار ما يجيبوش سبادر في الفريب خلي العباد تخدم على روحها بافيت يثقف العباد ويخلي العباد تخدم على روح سيتو يجيب المليم فهمت ما فماش تسكير هذايا موضوعنا اليوم الزيادات في اسعار المواد الاستهلاكيه كيما السكر ولا حليب زادوا فيهم ب 100 مليم اي ايش بي ايش بي شو رايي شو اني ماذا بيا ما يزيدش رايي ماذا بيا ما يزيدش اما زاد ما تعرفش يلزمك تعرف الاقتصاد مع الجبايه هي اللي تقوم على البلاد الجباية هي تقوم على البلاد اما في الاتجاه الصحيح ياخو من اللي عنده فلوس مش ياخو من الزوالي فهمت ليه سامحني كورونا وعباد يعلم بها كربي وتو القايمة تزيدوا في الزيت وفي الحليب واخي نورمال وينهم عاد اللي يتكلموا خوينهم اخي نورمال اللي عندها ثلاثة صغار باش تشري البك ولا حليب ولا حقة الحليب اللي ب 25000 تو يشربوا في حليب من البكويت واللي صغير ما يمشيش معاه حليبك شنو يعمل شنو يعمل طول قايمين يزيدوا في الزيت وفي الحليب وفي البصل وفي الفلفل وفي الطماطم والزويل شنو يعمل شنو يعمل الزويل يمشي يسرق يمشي هنا شنو يعمل اللي يخدم ب 10000 في القهوه سرفير بتبقى يبدا يدور بيه نهار كامل شنو يعمل مسكين واللي لم في لم 10000 فرنك في النهار شنو يعمل شنو يعمل ما ضو قلنا ما زيت الحليب يا رسول الله رمضان يزيدك فاضي نقص رمضان مش العباد الكل تهز بعضها والزويلي عليه عليه
عليه هذا ظلم ولا مش ظلم في هالبلاد؟ راهي بلاد مسلمه، راهي مش بلاد كفار. بلاد كفار يهزوا في بعضهم ويعطيوا لبعضهم ويعاونوا في بعضهم، حتى كورونا الفلوس تجيها من الديار، الشهر يجيها من الدار، هما قاعدين والتونسي ايش يعمل؟ كورونا ويقعد، كورونا وزيد يقعد وزيد زياده، وين باش يمشي؟ سواس يمشي وسواس قمرت يعاونوا في الناس الكل معناه ويوفروا القضيه نتاع سواس قمرت. ما فماش كيفها، ما فماش كيف. تو عرفني فلان صغير قال لي تبع اعطيني نيخو كعبه يا غرد، والحكم هنا يعاون في حد شيء. الحكم يطلع في كعبه يا غرد زعما ما عنده ما يعمل باش يشري كسكروت فلان صغير. هاي ما نحكيوش كبار وما يحبش يخدم وطفل صغير يطلع في كعبه يا غرد توا شنو منين؟ قديش منه؟ قديش منه العبد؟ قديش امان؟ قديش حل حسب رايك؟ الحل يا خويا ما يزيدونيش، ما يقربوش، خليه الكفر فيه هكا، خلي الدنيا محلوله، خلي العباد تخدم كي لد عليهم ربي، ربي ما يحكم فيهم، خلي العباد تخدم في العقل. وقل لي شبيك من فعله هكا، شبيك متغشى هكا؟ انا لا عندي لا شهريه لا انا لا راجلي، عندي وليد عنده القلب، عندي ولدي عنده القلب معناها فهمت كيف. ولدي هذا يحل الباب من اخر يخرج يجي يمشي للعطار، يحب يدبوس لي خط الباهية، يحب الدنار والباهي، العطار ما يحبش يعطيه يرجعه، شو يعمل ولدي وقت الحاله دي؟ يهج يمشي معناها العطار كي نوصل عنده 5000 يدق علي الباب. العطار كي نوصل عنده 5000 ياغورت وحليب راه يدق علي الباب معناها انا لهنا مخنوقه راني فهمت كيفاه. ما لقيت حتى حد هنا نشكي له ولا واحد يسمع لي صوتي. عملنا حتى حكايه الديار من 2012 معناها طلعت لاسمي، نستنى وقتاش تطلع الديار، مشيت فرحانه نلقى اسمي ما فماش 2012 وقت الثوره. في وقت الثوره هاك جابوني في الفيسبوك معناها فهمت، ما عادش حتى نسميها اليوتيوب فهمت. وقتها يا اخي الخوف في الحوانت الكرتوش يضرب بن محمود وانا شاده ولادي وقاعده هكا، كان نكبتني وقت كرتوش حس هي وسرقت هكا الحوانت نتاع الولايه وانا ساكنه فيهم، ما حس بيا حد، ما سمعني حد. علي مش عبد هنا، راني عبد وعندي صغار، راه مش قطاطس هنا ملوحين، راه هذي عطيني كان هذي برك شباب لابس لاباس عليه نوريك الديار في الحومه يشوني للديار ديار ثلاثه عتق ثاني ثلاثه فهمت. وانا راجلي عنده خرده كاتبه له فهمت كيف ظروف يعلم بها ربي، يزيدونا في الزيت تيان نمشي دبوزة زيت نلوج عليها حومه كامله، يقول لك لازمك تقضي، كي نقضي يلزمني بقداش نقضي؟ يلزمني نقضي حكة طماطم بكيلو، زوز كيلو مقرونه، زوز كيلو طماطم، كيلو سكر، معناها 20 دينار، قضي باش ناخذ دبوزة زيت ب 900 فرنك ويحسبوها بدينار، معناها تقر ولا ما تقرش؟ انا كي نمشي نحرق روحي ما نعملش ناخذ بربي انا، وما نخليش ولادي انا جبتهم ولادي هذوك متابع عليهم، مش نلوحهم انا على خاطر دبوزة زيت وعلى باك حليب، فهمت كيفاش؟ ظروف يعلم بها كان ربي الخالق، فهمت؟ انا معنا كان فيه شويه تو من نبرفز من الغش، عندي ضيق، عندي ضيق نفس هنا راهو، وعندي اوراق. وسع بالك، وسع بالك، وسع بالك. انا بعد ولادي سمع لي والولي هذا نمشي نشد الصف داخل نتلذ من الناس ويرحم ربي. انا ويلي وين الدنيا؟ وين الدنيا؟ انا عندي ولاد معاق في الدنيا، تعرف انا ونسكن نسكن مقابلني الواد، الواد مقابلني، كي يموت لي ولدي ولد في الواد شو يصير هنا؟ شو يصير؟ هذا بده كهرباء كل الايامات. فهمت خو الشيخة التحيفة قلت خو ولا شكون ضربتني كهرباء معناها ولدي انا ضرب جبس وحال تحليل انا ولت مضبعة بالمفتاح نسكر راني لابس عليا راني بشهيدي ترى شنو نحكي هكا من العصب من الغش راهو تعبت الراجل بطال نتعارك انا وياه هكا انت وين ماشي حضري لولادك وين خليني نخرج نمشي نشكي نمشي فهمت كيفاش انا مريت كان لسواس قمرت في العيد تفكرني في المناسبات تفكرني في العيد الكبير تفكرني لسواس قمرت الولاية نشد الصف نشد الصف ومن بعد يسحتوني